السلام عليكم، كيفكن أصدقائي؟ بتمنى تكونوا بصحة وعافية. اليوم رجعنا بلقاء جديد مع قصة جديدة لصحابي اسمه واثلة بن الأسقع، تمام؟ لكن قبل ما نبدأ بقصة اليوم حابة أتشكر كل اللي تواصلوا معي من المتابعين وحكولي عن أطفالهم كيف عم يتابعوا القصص تبع الصحابة وهن مستمتعين ومسرورين. كمان في بعض الأمهات أرسلوا لي أوراق النشاط تبع الأطفال، وعن جد أنا كتير فخورة فيكم. وهلأ بنرجع للصحابي الكريم يلي رح نحكي عنه اليوم. صحابينا اسمه واثلة بن الأسقع. واثلة بن الأسقع، سيدنا واثلة لما قرر يدخل بالإسلام كان مضى على الإسلام تقريبا 9 أعوام، فهو قرر أنه يدخل بالإسلام بس ما كان عايش بالمدينة المنورة وما كان شايف سيدنا محمد من قبل، فقرر أنه يسافر على المدينة المنورة لحتى يجتمع بسيدنا محمد ويأشهر إسلامه قدامه، وكمان لأنه ما كان بيعرف أي شيء عن الإسلام، ما كان بيعرف عن تعاليم الإسلام وكيف الواحد بيكون مسلم وشو بيعمل، لذلك كان حابب يروح على المدينة المنورة ويتعلم هذا الشيء من سيدنا محمد ومن صحابته الكرام رضي الله عنهم يلي عايشين حوله. لذلك سيدنا واثلة لما سافر إلى المدينة المنورة لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوميته سيدنا محمد عم يحكي للمسلمين وعم يجهزهم للغزوة اللي كان اسمها غزوة تبوك يلي حكينا عنها سابقا. وصل سيدنا واثلة وكانوا المسلمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يصلوا صلاة الفجر، فوقف فورا معهم وكمل صلاته معهم. لما انتهوا من الصلاة سيدنا محمد اطلع عليه قام قال له من أنت؟ كان أول مرة بيشوفه. قام فورا سيدنا واثلة قال له مين هو، وقال له أنا هلأ دخلت بالإسلام وأنا حابب أحكي لك يا سيدنا محمد أنه أنا أسلمت، أشهر إسلامي قدامك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنا جاي أتعلم تعاليم ديني. قام سيدنا محمد قال له نحن عم نجهز حالنا وبدنا نطلع على غزوة تبوك، هل أنت مستعد أنك تشارك معنا؟ قام سيدنا واثلة وبدون ما يفكر أبدا أبدا فورا قال له طبعا أنا موافق، أنا بدي أنه أخرج معكم على هاي الغزوة. سيدنا محمد قال له جهز حالك والتحق فينا. بيحكي لنا أنه رجع على بيته على مدينته وخبر عائلته أنه هو أسلم، فأبوه وعمه زعلوا كتير ما كان بدهم إياه يأسلم، لكن أخته فرحت كتير وفورا أسلمت، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكان سيدنا واثلة كمان سبب بإسلام أخته رضي الله عنهما. سيدنا واثلة قرر أنه يطلع على غزوة تبوك مع المسلمين، لكن ما كان بيملك أي شيء، كان أهم شيء يجهزه هو دابة أو حصان أو أي شيء يقدر يركب عليه ويروح يسافر فيه إلى غزوة تبوك لأنها كانت كتير بتبعد عن المدينة المنورة، فكان لابد أنه يلاقي حصان أو جمل أو أي شيء يقدر يركب عليه. اتجه إلى سوق المدينة المنورة وصار يدور على أي شيء يركبه، لكن مع الأسف ما كان عم يلاقي أبدا. صار يطلب من المسلمين يلي بدهم يسافروا أنه فينا مثلا نتقاسم أنا وياكم الحصان اللي رح تسافروا عليه، نص الطريق أنا نص الطريق أنتو، يعني كلياتهم صاروا يعتذروا منه يقولوا له أنه هذا الشيء كتير صعب. ليش صعب؟ لأنه المكان كتير بعيد، فهن شلون بدهم يتقاسموا هن ويا هذا الشيء؟ ما عدا صحابي واحد رضي الله عنه وافق انه يتقاسم هو وياه الحصان يلي عم يركبه. قال له لكن الشرط انه كمان نحن نتقاسم انا وياك الاكل، وكمان بدنا نتقاسم الغنائم لما رح نرجع منتصرين ان شاء الله. فبيحكي لنا سيدنا واثلة انه هو وافق فورا على هذا الشرط. قال له انا موافق بس خليني اخرج معكم على هاي الغزوة. يا حذركم، مين هو هذا الصحابي؟ الصحابي رضي الله عنه كان اسمه كعب بن عجرة. شو كان اسمه؟ كعب بن عجرة، تمام؟ فهذا الصحابي خرج هو واثلة
طول الطريق صار شوي هو يمشي وسيدنا واثلة يركب، وشوي سيدنا واثلة يمشي والصحابي كعب هو اللي يركب. وبيحكوا لنا لما كانوا يعدوا لحتى ياكلوا كان هن الاثنين يعملوا شيء كتير حلو، هن الاثنين ياكلوا شوي ويقول كل واحد للثاني خلص خلص انا شبعت ما عاد فيني، ليش؟ لحتى الثاني ياكل اكثر. هن الاثنين كانوا عم يحاولوا انهم يخبوا الاكل لبعضهم، يعني مثل مثلا اذا كانت الام هيك صفيان عندها شوية رز، شو قالت له لابنها؟ اليوم انا ما رجع بالي اكل رز، خلص كل انت الرزات. واجا الولد قال لامه لا لا ماما انا ما بدي اليوم اكل رز، هدول لك انت كليهم. كل واحد فيهم يفضل الثاني على نفسه، وهي من اجمل اخلاق الصحابه ومن اجمل اخلاق الاسلام، وهي اسمها الايثار، يعني اني انا حب للشخص الثاني نفس الشيء اللي انا بحبه لإلي. ومثل ما حكينا المسلمين بغزوه تبوك انتصروا، فسيدنا واثلة رجع ومعه كثير من الغنائم، قام اجى لعند سيدنا كعب وقال له هلا صار وقت نتقاسم الغنائم. اجى سيدنا كعب وقال له لا انا ما بدي منك اي شيء، هدول غنائمك مباركين عليك، انا الغنائم اللي كنت بقصدها هو الثواب من رب العالمين. قال له خلص هدول هدية وصلوك لإلك فخليهن لإلك، وأنا ما بدي منك أي شيء. وكمان هي من الأخلاق الحلوة كتير لصحابة رسول الله رضي الله عنهم. هلأ نرجع منتذكر سيدنا واثلة لما كان جاي على المدينة شو كان بده؟ كان جاي يتعلم تعاليم الإسلام، فكمان لما كان بطريق السفر باتجاه تبوك اتعلم من الصحابة الكرام ومن سيدنا محمد كل التعاليم اللي كانت تلزمه بدينه الحنيف، يعني صار يتعلم كيف يصلي، صار يتعلم إمتى لازم يصلي. هلأ أنتوا برأيكم نحن إمتى منصلي؟ يعني شو يلي بخلينا نعرف أنه هلأ صار لازم نصلي؟ فكروا معي كيف بتعرفوا أنه هلأ صار وقت صلاة المغرب؟ هلأ صار وقت صلاة العصر؟ كيف؟ ما سمعت؟ أحسنتم، لما بنسمع الأذان، لما بيطلع الأذان بنعرف إنه هلأ صار وقت هي الصلاة. فكمان رب العالمين بالقرآن الكريم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني الصلاة هي فرض على المسلمين بس بوقتها، كل صلاة في إلها وقت. وعندنا الفرائض عددهم أدي عددهم؟ أحسنتم، خمسة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. أحسنتم. ومنعرف إنه صار وقت هي الصلاة لما بيأذن فرض كل صلاة، فكمان هذا الشيء تعلمه سيدنا واثلة، وكمان تعلم شروط الصلاة. شو يعني شروط الصلاة؟ مثل ما حكينا، يعني مثلا نحن لما نجي بدنا نصلي صلاة المغرب أول شيء لازم نتأكد إنه فعلا صار وقت صلاة المغرب، إنه دخل وقت المغرب. فعنا أول شيء من شروط الصلاة هو دخول الوقت. ثاني شرط من شروط الصلاة هو العقل والبلوغ، إنه الإنسان اللي جاي يصلي لازم يكون بيعرف هو ليش عم يصلي وبيعرف شو جاي يصلي، فكمان هاد ثاني شرط من شروط الصلاة. الشرط الثالث وهو شرط كتير مهم هو الطهارة، طهارة الجسد وطهارة الثياب وطهارة المكان، يعني المكان اللي أنا بدي صلي فيه يكون نظيف وطاهر ما فيه أي نوع من النجاسة. هلأ الشرط الثالث هو الوضوء، يعني أنا بعد ما أتأكد أنه كل ملابسي نظيفة وأنا كمان نظيف لازم كمان أنه الإنسان يتوضى، فكمان الوضوء. شو بنعمل بعد ما نتوضى ونكون رايحين لحتى نصلي؟ البنات بيلبسوا طقم الصلاة لحتى يكونوا مجهزين حالهم، يعني ستر العورة. والشباب لازم يكونوا، الصبيان لازم يكونوا لابسين شيء بغطي من عند البطن لتحت الركبة، فكمان هذا الشرط الخامس هو ستر العورة. الشرط السادس يلي هو وقت نحن بنجي بنفرد السجادة شو منكون عم نعمل؟ لوين بنفرد السجادة؟ كل مرة منصلي باتجاه مرة يمين مرة يسار؟ لا، دائما، أحسنتم، دائما منصلي باتجاه القبلة، يعني منتوجه لعند الكعبة، فكمان استقبال القبلة كمان هاد من أهم الشروط. وآخر شرط من شروط الصلاة
هو النية. شو يعني النية؟ النية ومكانة القلب، إني أنا من جواتي بعرف حالي شو جاي صلي وشو عدد الركعات يلي أنا هلأ بدي صليهم. يعني أنا من جوا بعرف إني أنا هلأ جاي أوقف بين إيدين رب العالمين صلي صلاة الفجر، بعرف إنه هي ركعتين ورح أبدأ بالصلاة. فهيك بيني وبين حالي كون عم بنوي هي الصلاة اللي جاية صليها. هيك بتكون خلصت شروط الصلاة ومنكون تعلمنا اليوم شروط الصلاة. فوظيفتنا لليوم حتكون كتير سهلة وكتير ممتعة، إنه تحفظوا شروط الصلاة وتحفظوا أسماء الصلوات وتحفظوا الآية الكريمة يلي حكيناها قبل شوي، وتحاولوا تكتشفوا هي الآية بأي سورة. تمام، هي وظيفتكم لليوم. كتير استمتعت بلقائنا وبتمنى انه تتواصلوا معي، واللي بحب يخبرني اي شيء بتمنى انه يرسل لي على الصفحة مثل ما اتفقنا، وان شاء الله بشوفكم اللقاء القادم. السلام عليكم.